مرحبا طلابي، اليوم رح نتعلم كيف نكتب بخط جميل. فإذا اليوم حنتعلم كيف نكتب بخط جميل. خليني أحكي لكم قبل هيدي القصة. في عنا طالب قاعد عم بفكر، كل شوي المعلم بيقول له إنه حسن خطك. مصطفى كمان قاعد عم بيقول، كل شوي بيقول المعلم كمان حسن خطك، إلا أن وجد معلم يتكلم عن كيفية تحسين الخط. كان عنده مجموعة من الأفكار بتحسين الخط. خلينا نحكي عن هذه الأفكار الطلابي ونتعرف عليها سوا حتى تساعدنا بترتيب الدفتر ويكون خطنا جميل. كيف تكتب بخط جميل؟ اجلس في وضع صحيح ومريح للكتابة. بدنا نقعد مثل هيدا اللي حطيت الصورة تحته صح. هيدي الطريقة الصحيحة، الوضع اللي بيريحنا وما بيتعب ظهرنا وبيخلينا نكتب بطريقة صحيحة بالكتابة. وحتى ما نزهق، أول شي بدنا نقعد بوضع مريح في الجلوس. ثانيا اكتب على السطر وتجنب الكتابة بدون سطر. مهما كانت الظروف ما تكتبوا إلا على السطر. نكتب سطر ومنترك سطر أو سطرين، فهيدا بيكون أجمل بالكتابة. لا تجعل الخط مائلا إلى الأسفل أو الأعلى، ما منزلو نزول ولا منطلعو كمان كأنه رايح مشوار. كمان نكتب الألف واللام بين السطرين لتسوية المقص، أو أي أحرف متقاربة منكتبها بين السطرين. جرب كمان أنواع مختلفة من الأقلام حتى نكتب بطريقة صحيحة. القلم اللي بخلينا نكتب بطريقة صحيحة ومنرتاح فيه هو اللي منختاره بالكتابة. كمان عنا نقطة كتير مهمة، وهي لا تعد القلم على الحرف لأن ذلك يشوه الخط. يعني ما بدنا نعيد الكتابة على ذات الحرف لأنه هيدا الشي بيشوه خطنا وما بيعود حلو ولا مرتب. عنا كمان اجعل مسافة مناسبة بين الكلمات متساوية، خلينا مسافة بين كل كلمة وكلمة ما نكون لازقينهم ببعض. احرص أن يكون حجم الكلمات متناسبا، ما نحط كلمة كبيرة وكلمة صغيرة، وهيدا طريقة كتير حلوة لتحسين خطنا. وهيك طلاب إذا اتبعنا هيدي الخطوات رح يصير خطنا كتير حلو ومرتب. ما ننسى طلابي هيدي النقاط، ودايما لازم نتذكر إنه كمان لازم نقعد بطريقة صحيحة أثناء حضورنا حصة الزوم.